ماذا يجب أن تعرف عن الصليب الأحمر الدولي؟ تعتبر لجنة دولية للصليب الأحمر من أشهر المنظمات الدولية التي تعمل على تقديم الخدمات الإنسانية في الدول التي تتعرض لويلات الحروب والنزاعات. دعونا أعزائي المشاهدين نتعرف معا في هذا الفيديو على نشأة المنظمة، بالإضافة إلى التعرف على أهم المهام التي تقوم بتقديمها والتعرف على مقرها الدولي. يقع المقر الدولي للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة جنيف في دولة سويسرا، كما أن للجنة ما يقارب 180 مركزا موزعين في مختلف دول العالم، كما يعمل بها ما يقارب 12,000 موظف. الصليب الأحمر هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي عبارة عن منظمة دولية مستقلة تتميز بحيادها، تعمل على توفير الخدمات الإنسانية لمساعدة جرحى وأسرى المناطق التي تتعرض لحروب ونزاعات مختلفة، وتم إعطاؤها مهمة تقديم الخدمات الإنسانية من قبل القانون الدولي الإنساني، وهو القانون المختص في مساعدة المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات، واتفاقيات جنيف الأربعة الصادرة سنة 1949، بالإضافة إلى البروتوكولين الإضافيين للاتفاقيات. تأسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة 1863 من قبل المؤتمر الدولي الذي انعقد في جنيف بحضور 16 دولة وأربع جمعيات إنسانية، وتم الاتفاق بهذا المؤتمر على وضع أهداف للجنة وعلى شعار اللجنة. شعار اللجنة تم الاتفاق عليه في المؤتمر التأسيسي للجنة، وهو عبارة عن صليب أحمر على أرضية بيضاء. هدف اللجنة الأساسي الذي أنشئت من أجله هو توفير الأمن والحماية للمدنيين والمتضررين من الحروب والنزاعات في دول العالم المختلفة. تشمل أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العديد من المجالات، وهي الأمن الاقتصادي، وذلك من خلال العمل على تأمين الاحتياجات الأساسية للعائلات المتواجدة في مناطق النزاعات والحروب، وذلك من خلال العديد من البرامج التي تعمل على توفير الأمن الغذائي لهذه العائلات، كما تضمن مشاريع تمكين العائلات من أجل تشجيعهم على توفير حاجياتهم الأساسية. من مهامها أيضا التصدي للعنف الجنسي، وذلك عن طريق توفير المساعدة والحماية لضحايا العنف الجنسي. التعاون مع الجمعيات الوطنية، إذ تعمل على التعاون مع الجمعيات الوطنية المختلفة للصليب الأحمر والهلال الأحمر من أجل تكثيف الجهود للعمل في المجالات الإنسانية، الحد من آثار ومخاطر التلوث بالأسلحة. التواصل الإنساني، وذلك من خلال نشر الوعي حول القانون الدولي الإنساني ودعم التواصل الإنساني في حملات التوعية بالقانون الإنساني. الصحة، وذلك عن طريق توفير الرعاية الصحية الأساسية لمختلف المناطق والعمل على تحسين الحالات الصحية في المناطق المختلفة. المياه والسكن، وذلك من خلال ضمان توفير المياه في المناطق التي تتعرض لحروب ونزاعات مختلفة، وضمان توفير مياه مستدامة في هذه المناطق. حماية المدنيين، إذ تسع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حماية المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، إذ ما زال يعاني المدنيين في هذه المناطق من قتل وعنف. زيارة الأسرى والمحتجزين، حيث ينظم الصليب الأحمر زيارات إلى مراكز الاعتقال من أجل التأكد من توفر الحاجيات الأساسية للمحتجزين لم شمل العائلات، حيث يعمل الصليب الأحمر على البحث عن الأشخاص المفقودين بالتعاون مع الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والعمل على تجميع العائلات المفقودة في أوقات الحروب والنزاعات.